ماشي عامل ايه؟ يا رب تكون جميعا بألف صحة وخير. بإذن الله هنكمل السيرس اللي احنا شغالين فيها. احنا شغالين في البيزكس بتاعت الجافا، introduction بتاعت الابليكيشنز. ناخد كده هنت سريع عن الحاجة اللي احنا خدناها الفترة اللي فاتت. جميل، احنا واقفين في ستيج 1. جميل، احنا اتكلمنا عن بيزك سينتكس، خدنا سينتكس بسيط عن ازاي ان انا اعمل جملة طباعة او print في اليوزر لليوزر بتاعي. جميل، وتعرفت طبعا انواع الطباعة وازاي ان انا اقدر اعمل concatenation. يعني اتكلمنا عن البرنت بشكل عموما يعني، واستخدمنا البرنت والفورمات وعرفنا الفرق بينهم. جميل، تاني حاجة دخلنا على مفهوم تاني مهم جدا، هو عبارة عن ايه هو الفاريبل وايه هو داتا تايبس. اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن ايه فاريبل اصلا ويعني ايه داتا تايبس، وازاي انا بعمل فاريبل وبقصين او بضيف له داتا تايب معينة. واتكلمنا عن الاوبريتورز. جميل، عملنا فيديو تقريبا او اتنين، اللي هو العلامات اللي الاصغر منه والاصغر منه اللي يساوي الاكبر من، بس ده عموما في الكنترول ستيتمنت. واتكلمنا عن الارثمتيكال اوبريشن اللي هي البلاس والماينس والديفيجن، عملات الجمع والطرح والقسمه والضرب والكلام ده كله. جميل، طبعا هنا كنت ناسي ان انا اضيف حته الكنترول ستيتمنت اللي هي الاف والاف الس والسويتش والكونديشنال اوبريتور او الترمينال اوبريتور. تمام، بس طبعا شرحناها بالتفصيل. جميل، فخدنا بعد كده اللوبس، دخلنا على اللوبس، فهمنا عن ايه لوبس اصلا، ليه بستخدمها، عرفنا انواع اللوبس، عرفنا الفور وعرفنا الفور وعرفنا النستد فور، عرفنا الوايل وعرفنا التوايل، وقلنا ايه اللي انا بحتاجه عشان اكريت لوب، او ايه التلات فروع الاساسيه اللي بيعتمد عليها اللوب. فرقنا بين الوايل والتوايل وامتى بنستخدمهم، وفرقنا بين الفور وايل الدوايل التلاتة مع بعض وازاي نفرق بينهم وامتى نستخدم كل واحدة فيهم. بإذن الله النهاردة هنبدأ نشرح الاريز، موضوع الاريز. الاريز هياخد معنا فيديوهين، فيديو هنشرح فيه الوان 2D وفيديو هنشرح فيه الـ 2D. جميل، وبعد كده هناخد فيديو عن الميثودز، هيبقى فيديو طويل شوية بس هنلم فيه الميثودز او functions عموما بإذن الله. وبعد كده بقى نيجي لحاجة انا بحبها وهي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، هنتكلم فيها مش اقل من 6-7 فيديوهات كده براحتنا، طبعا بشيء من التفصيل، ونحاول نعمل فيها بروجكت بسيط. جميل، نخرج من هنا خالص، نرجع بقى الكونتنت بتاع النهارده. عايزين نتكلم عن الاريز. طيب الاريز دي معناها ايه بالعربي؟ الاريز دي معناها المصفوفات. جميل، ده معناها بالعربي او معناها في الرياضه المصفوفات. حلو، عشان نفهم مفهوم الاريز ده او ليه بستخدمها او ليه انا اصلا بلجأ في البرنامج بتاعي ان انا بستخدم الاريز، نفترض ان انت صاحب شركة مثلا، او بلاش صاحب شركة، انت راجل ديفلوبر بتعمل بروجرام لشركة معينة. جميل، الشركة دي انت مطلوب منك او البرنامج بتاعك انه بيسجل الداتا الخاصة بكل الموظفين الموجودين في الشركة. حلو، احنا لما كنا بنعمل جملة طباعة او بناخد input من اليوزر، كنا بنشتغل على مثلا سطر سطرين، يعني على input او اتنين، variable او اتنين. جميل، ولما كنا بنعوز نزود كنا بنزود variable كمان، وبنعمل سطر statement سواء كنا بنطبع او بناخد data من اليوزر. حلو، طيب لو انا عندي مثلا 5 افراد عايز اخد اساميهم، هعمل variable من نوع string هسميه مثلا name، نيم واحد بيساوي كذا، نيم اتنين بيساوي كذا، بيساوي اللي هو الانيشالايز بتاع السكانر دوت ان دوت نكست. جميل، عشان اخد منه سترينج. هعمل الكلام ده كام مره؟ هعمله 5 مرات لان عايز اخد 5 اسامي. طيب لو انا عايز 10 هعمل برضو 10 مرات. طيب لو انا عايز 1000، هل منطقي يعني منطقي كده بالعقل ان انا عشان اخد داتا او اتعامل مع داتا بتاعت 1000 مستخدم او 1000 شخص بالنسبة لي، هل معقول انا هعمل 1000 variable وال1000 variable دول هعمل على كل واحد فيهم 1000 operation معينة، وتفر بقى الاوبريشن كانت ايه اللي انا استخدمها؟ هل ده منطقي؟ مستحيل. جميل، فمن هنا اخترعوا حاجة اسمها الاريز. طيب
لو بصيت هنا كده في السب تايتل هتلاقي مكتوب هنا سيمبل جافا كوليكشنز. ايه هي الجافا كوليكشنز دي؟ هنتكلم عنها. هي مش المفروض ما تبقاش في دلوقتي، بس هبقى ناخد هنت عنها. اللي هي عن جافا كوليكشنز، هي عبارة عن مجموعة من ال الداتا ستراكشر. يعني ايه برضه داتا ستراكشر؟ داتا ستراكشر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن محتوى جميل. زي ما يكون عندك كده باكج مثلا ومخزن فيه حاجات. يعني نفترض انت عندك بوك ومخزن فيه مثلا فلوس، او محفظة ومخزن فيها فلوس. فالمحفظة ده او البوك ده هو ده بالنسبة لي الداتا ستراكشر، هو اللي انا شايل فيه الحاجة بتاعتي او الفلوس بتاعتي. الفلوس بالنسبة لي هي الداتا انا بتعامل معاها. جميل. بالنسبة للكوليكشنز هي لها انواع كتير وهنتعامل مع معظمها بإذن الله، فخلينا منها دلوقتي. بس اللي يهمك تعرفه ان الاريز ده هو ابسط نوع من انواع الكوليكشنز الموجودة في الجافا. هنعرف يعني ايه ده دلوقتي بالتفصيل. ماشي. يعني ايه بقى داتا ستراكشرز اللي قلت لك عليها من شوية؟ الداتا ستراكشرز عبارة عن، بيقول لك مكتوب، بيقول لك عبارة عن كوليكشنز اوف ريليتد داتا ايتمز. هي عبارة عن مجموعة من مجموعة بيانات مرتبطة مع بعض او متعلقة ببعض. جميل. يبقى الكوليكشنز داتا ستراكشر عبارة، الداتا ستراكشر عبارة عن كوليكشنز من مجموعة بيانات. يعني هي زي ما قلت لك كده، الداتا ستراكشر ده عبارة عن ايه؟ عبارة زي المحفظة، انت عندك محفظة وفيها مجموعة من الفلوس. تمام. ده بالنسبة للكوليكشنز. اما داتا ستراكشر فهو عبارة عن مجموعة من الكوليكشنز دي. حلو. بيقول لك ان الاريز ار داتا ستراكشر كونسيستنج اوف ريليتد داتا ايتمز اوف ذا سيم تايب. يعني ايه؟ بيقول لك والله ان المواصفات دي هي عبارة عن نوع من الداتا ستراكشر دي. جميل. بتخزن داتا بس ليها شرط معين. ايه هو الشرط؟ بتقول لك ان الايتمز اللي فيها عبارة عن ايه؟ سيم تايب، او ليها نفس السيم تايب. يعني لو انا عندي اري هخزن فيها مثلا 100 فاريبل مثلا من نوع انتجر، ما ينفعش اخلي انتجر مع سترينج في اري واحد، او انتجر مع دبل في اري واحد، او انتجر مع فلوت في اري واحد، او انتجر مع كاركتر او تشار في اري واحد، او بولين في اري واحد. ما ينفعش. يبقى اول حاجه تعرف عن الاريز ان هي بتخزن مجموعه من الداتا. جميل. مجموعه من الداتا من نفس النوع، من نفس النوع. حلو. طيب ناخد بعض خواص الاري. بيقول لك بالرغم من ان الاري دي مستخدمه يعني بكثره او شائعه الاستخدام، بيقول لك انها ليها بعض المزايا المحدوده او القدرات. قدرات الاري نفسها محدوده. يعني بيقول لك بالرغم من استخدامها كبير جدا، الا ان المميزات اللي هي بتوفرها لك او اليوزابيليتي بتاعتها محدوده. طيب يعني على سبيل المثال بيقول لك ان انت لازم سبيسيفاي الاري سايز، لازم الاري تديها حجم معين. حلو. من هنا بيجي لك مفهوم ان الاري عباره عن ايه؟ عباره عن ستاتيك تايب. يعني ايه ستاتيك تايب؟ انا دلوقتي الاري مثلا عشان اعمل اري مثلا هديفاين اري، هتشيل مثلا 100 بيانات، وليكن مثلا انتجر، هسيب مثلا 100 رقم. حلو. خلاص انا استخدمت ال100 رقم دول واشتغلت عليهم وعبيتهم مثلا. جميل. والله مثلا جالي الكلاينت بتاعي قال لي لا ده انا عايز اعدل، ده انا هزود مثلا كمان 10 20 موظف. حلو. هل هينفع لو انا عامل اري عاديه ان انا ارجع اعمل ريسايز للحجم بتاعي او ازود الحجم من 100 اخليه 110 مثلا او 120؟ لا. فيقول لك هنا انك لازم تعمل اري جديده، لازم تعمل اري جديده وتدي لها الحجم خاص بيها اللي هو 10 20 وتبدا انت تشتغل بيها. يعني معنى ذلك ان الاري بتاخد حجم واحد ما بيتغيرش، حجم واحد ثابت فيكسد ما بيتغيرش. عشان كده بقول عليها ان الاري ستاتيك. جميل. يعني ايه ستاتيك؟ يعني فيكسد سايز، حجمها ثابت ما بيتغيرش. جميل. فبقول لك هنا اهو ادي المثال اللي كنا بنتكلم فيه. بيقول لك and if an execution time you wish to modify it you must do so manually by creating a new array. لو انت احتجت انك تهندل او تعدل في داتا معين عندك، لازم ملهاش حل تاني انك هتعمل array جديدة. حلو. يبقى اول حاجة عرفنا array. الarray ده عبارة عن simple data structure او data structure. عرفنا يعني data structure. data structure قلنا ان هي عبارة عن collection، مجموعة من الداتا ايتم المتعلقة ببعض. جميل.
اللي يميز الاري في الكوليكشنز دي ان الاري بتشيل داتا من نفس النوع، من نفس النوع ده. واحد. رقم اتنين، قلنا ان الاري حجمها ثابت، انها فيكسد سايز، حجمها ثابت. فلو انت عايز تعمل موديفاي على اري مثلا، فانت تضطر انت تعمل ايه في موديفاي، تعرف اصلا الاري دي بتستخدمها، يعني الاري اللي عندك اللي انت كنت شغال بيها دي تنساها خالص، انسى انك تلعب في السايز بتاعها تاني. جميل. الاري ديفينيشن بيقول لك والله ان الاري هي عباره عن جروب من الفاريابلز بنسميها الاليمنتس او الكومبوننت. يبقى الاري عباره عن جروب، مجموعه من الفاريابلز او الداتا ايتمز بتاعتي بتحتوي على قيم كلها all have the same type، all have the same type. يبقى الاري عباره عن مجموعه من المتغيرات ليها values معينه كلها من نفس النوع، لا اما يكون الاري كلها integer او كلها string او كلها بولين او كلها فلوت دبل وات ايفر، ايا كان نوع الداتا تايب انت بتستخدمه لازم الاري تكون ذا سيم داتا تايب، يعني من نفس النوع. جميل. بيقول لك ان فاكرين لما اتكلمنا في الفاريابلز قلت لكم في حاجه اسمها بريمتيف داتا تايبس، في حاجه اسمها ريفرنس داتا تايبس. قلت لكم ساعتها ان البريمتيف داتا تايبس اعرفوا عنها دلوقتي ان هي عباره عن الداتا تايبس العاديه احنا بنستخدمها، اللي هي الانتجر، الفلوت، الدبل، البولين، الشورت، اللونج، الشار، كل ده عباره عن بريمتيف تايبس. طبعا بتبقى في اللور كيس، تمام، في حاله اللور كيس او اللي هي الحاله السمول يبقى هي دي عباره عن بريمتيف تايبس. وقلت لكم اي حاجه غير كده تعتبر ايه؟ تعتبر ريفرنس تايبس. ساعتها قلت لكم ان الريفرنس ده بنخش حاجه اسمها اوبجكت، والكلام ده كله هنعرفها بالتفصيل لما نيجي نخش على الاو او بي عشان نفهم بس مفهوم الاوبجكت، وبعد كده نتكلم الاوبجكت ده ايه اصلا او نوعه ايه. جميل. عشان بس ما كانش لازم ادخلك في المتاهه دي. فهنا بيقول لك ان الاريز دي عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكتس. الاريز عباره عن اوبجكت. جميل. يعني انت عايز تقول لي ان ال 100 موظف او ال 1000 موظف انا هتعامل معاهم، او ال 100 فاريبل او ال 1000 فاريبل الموجودين في الاري كلهم، بدل ما كنت بتعامل مع فاريبل فاريبل لوحده، لا ده انا هجمعهم لك كلهم مع بعض في حاجه اسمها اري، واقول لك يا عم ده انا عندي اوبجكت. يبقى الاوبجكت ده فيه 1000 مثلا فاريبل اقدر استخدمه على سبيل الافتراض يعني. فبيقول لك ان الاريز ار اوبجكتس سو ذي ار كونسيدرد ريفرنس تايبس. الاري دي عباره عن اوبجكتس، عشان كده بنعتبرها ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن ريفرنس تايبس. جميل. طيب هي الاري دي هي من نوع اوبجكت، طب بتشيل جواها ايه؟ الاري بتشيل جواها ايه؟ تعال نشوف. array elements data type بيقول لك والله ان the elements of an array can be either primitive types or reference types. يعني بيقول لك ان الداتا او الفاليوز اللي انا بخزنها في الاري ممكن تبقى حاجتين، ممكن تبقى primitive types او reference types. يعني انت سواء هتخزن variables انواع integer float string اللي هي الانواع اللي احنا متعودين عليها دي، اوكي تمام شغال. هتخزن reference types يعني هتعمل array of objects. جميل جميل ينفع، يبقى ده شغال وده شغال. انت ممكن تعمل اصلا array of array. جميل. array of arrays يعني array جواها arrays تاني. فالreference type شغال والprimitive type شغال، مفيش اي مشكلة بالنسبة للarray في الايه؟ في ال data type بتاعت elements نفسها. جميل. تعال بقى كام مفهوم تاني. حاجة اسمها الarray index. هو ايه الarray index ده؟ دلوقتي قلت لك انا عندي والله الاري دي عباره عن كوليكشن شايله مجموعه من الداتا، طيب انا ازاي بوصل للداتا اللي جواها؟ اللي يعرفني مثلا ان محمد الموظف الاولاني ده مثلا هو ده الموظف الاول، ليه ما بقاش الموظف الثاني؟ ليه ما بقاش الثالث؟ ليه ما بقاش الموظف الاخير؟ ليه ما بقاش قبل الاخير؟ فهنا بيجي حته الترتيب، ان لازم بعرف او برقم لكل واحد منهم مكان معين بخزنه فيه جوه الايه؟ جوه الكوليكشن دي او جوه الجروب ده. حلو. هنا يجي مفهوم حاجه اسمها الاندكس. يبقى الاندكس ده هو الترقيم اللي انا على اساسه بخزن الداتا عن طريق. حلو. عشان بعدين بعد كده اقدر اوصل للداتا دي. فانا مثلا بقول مثلا لما هكون عارف ان انا مخزن مثلا الموظف اللي اسمه محمد مخزنه رقم 5 في الاري. فلما اجي اسال الاري خلاص انا عارف ان رقم 5 ده هو بالنسبه لي ايه؟ هو بالنسبه لي محمد. فوالله ما اقدر بقى ان انا اتعامل معاه استدعيه مثلا، اعمل عليه اوبريشن معينه كده. فقدرت اوصله عن طريق حاجه اسمها الاندكس. تعريف الاندكس
بيقول لك هنا the position number of the element is called the element's index or subscript. بيقول لك ان ال position number مكان المكان بتاع ال element اللي موجود في ال array ده بيتعرف اما يتقال عليه اللي هو ال index بتاع ال element او يتقال عليه ال subscript ده او ده. جميل. بيقول لك ان ال the first element in every array has index 0. الفيرست element in every array has index 0 and is sometimes called the zeros element. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ايه زي ما احنا اتفقنا ان البروجرامنج البرمجة عموما هي بتشوف حاجة اسمها zero base. يعني منطق العد في البرمجة بيبدأ من الصفر، مفيش حاجة اسمها واحد عنده. تمام؟ الاري كده برضه، الاري لما تيجي تخزن بتخزن من الزيرو، مفيش حاجة اسمها عندها من واحد. فبالتالي لو انت عندك 10 بيانات او 10 variables 10 متغيرات عايز تخزنهم في array، فانت بالنسبة لك بتبدأ من اول 0 لحد 9. يبقى الاندكس الاول 0، الاندكس التاني 1، الاندكس التاني 3 وهكذا. حتى لو تفتكروا لما كنا بنلعب في الفور مثلا واقول لك ده انا هعمل i plus 1 عشان اطبعها مثلا الموظف الاول الموظف التاني، الكلام ده يعني ده اللي بيطلع في الشاشة ده حاجة. يعني هي لما مثلا بكتب عايز اعرض مثلا الموظف رقم 1، فكنت بزود 1 على الصفر عشان بعرض رقم 1، لان رقم 0 مش مفهوم بالنسبه للمستخدم او اليوزر. جميل. هي رقم 1 دي بالنسبه لليوزر هو فاهمها، لكن بالنسبه للبرنامج نفسه لا، هو البرنامج فاهم ان هي 0، هو ما عندوش حاجه اسمها 1، هو عنده 0 بيزد على طول، ان هو فاهم ان دي 0. كون ان انت يطلع لك حاجه دي هو ما لهاش علاقه بيها خالص، دي حاجه انت بتعملها عشان تسهل لليوزر بس الايه الريدابيلتي مش اكتر. لكن هو كبروجرام هو فاهم ان هي زيرو بيزد. خلي بالكم من الحته دي كويس. يبقى الاري زيها زي اي حاجه في البرمجه بتبدا من الزيرو. جميل. العد فيها يبدا من الصفر، يعني الان يعني الفاريبل الاول او الايتم الاول او العنصر الاول المتخزن في الاري بياخد اندكس كام؟ اندكس زيرو. بيسموه ساعات اللي هو الايه الزيروس اليمنت، اللي هو الايه اللي هو العنصر الاول او الايتم الاول في الاري. جميل. بشكل او باخر عامل لك هنا ديفينيشن للاري اليمنتس، ان هو ازاي بيعرف الاري. جميل. تعريف الاري ببساطه جدا هو عباره عن ايه؟ عباره ان انا بحط الداتا تايب بتاعي. جميل. بكتب مثلا وليكن هعمل اري من انتجر، فمثلا هعمل انت الداتا تايب بتاعي جنبيه على اليمين اسم الاري بتاعتي، لازم اسميها اسم الاري. يبقى هعمل داتا تايب جنبيها اسم الاري، جنبيها القوسين المربعين دول. تمام. وبقول له ايكوال بيساوي، معناه ايه؟ معناها ايه يساوي؟ معناها بعمل انيشلايز. حلو. ايكوال ايه؟ زي ما اتعودنا اي انيشلايز بيجي بعديه نيو، ان انا بعمل بكريت نيو اوبجكت. جميل. واحنا اتفقنا الاري عباره عن اوبجكت. حلو. فبقول له بيساوي نيو نفس الداتا تايب بتاع الاري اللي كاتبه في الاول، اللي هو وليكن مثلا انتجر، يبقى انت مثلا سي، يبقى انتجر ده بالنسبه لي هو ايه؟ هو ده تايب بتاع الاري. سي ده هو بالنسبه لي النيمو في الاري، اسم الاري. القوس المربع ده ايكوال نيو انتجر او انت، والقوس المربع ده تاني، بس في القوس المربع التاني ده بتحط فيه السايز بتاع الاري او حجم الاري، لازم تعرف لها الحجم، لان احنا قلنا هي بتاخد ايه؟ فيكسد سايز، حجمها ثابت، فلازم تديها الحجم الثابت بتاعه وما بيتغيرش تاني. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا دلوقتي لو انا عايز اوصل لإليمنت معين في الاري، قلنا عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق الاندكس بتاعه او البوزيشن بتاعه. جميل. فهنا بيقول لك عشان توصل لعنصر معين تقصين فاليو فيه عن طريق اسم الاري والقوسين المربعين اللي لازقين فيها دي، وتحط له رقم الاندكس اللي انت عايزه. فهنا بيقول لك هنا ايه؟ سي فتح قوسين حط 0 بيساوي سالب 45. السي ده بالنسبه لي هو اسم الاري، ده فاريبل عادي، وادي القوسين المربعين اهم. جميل. وهنا حط لك زيرو، يعني بيقول لك انا عايز اجيب او احط مثلا اخزن قيمه في اول عنصر في الاري اللي هو الزيرو اليمنت. هحط قيمه كام؟ هحط قيمه سالب 45 مثلا. يعني تعالى تاني، سي اوف 1 بيساوي 6، فانا هخزن في الاري اللي اسمها سي في الاندكس رقم 1 هخزن فيه فاريبل كام او فاليو كام؟ 6. تعالى في الثالث، تعالى رقم سي اللي هو اسم الاري اوف، بفتح القوسين المربعين دول بحط الاندكس اللي انا عايزه، لكم مثلا 2 بيساوي 0. فانا عايز اقول انا عايز الاري اللي اسمها سي
الاندكس رقم 2 عايزك تحط لي فيه الفاليو اللي قيمتها 0. جميل، اظن واضحه. فبيقول لك هنا بقى ان الاندكس اللي في النص ده عباره عن ايه؟ بيقول لك هنا الاندكس اور السبسكريبت اوف ذا اليمنت ان الري سي. يبقى انا عندي الري سي اللي في النص ده بين القوسين مربع ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاندكس او البوزيشن او السبسكريبت اللي انا عن طريقه بقدر اتعامل مع الداتا او اوصل للداتا والايتيمز المتخزنه في الاري. جميل. Declaring and creating arrays. في عندي طريقتين زي ما خدنا في الفاريبلز. انا كان ممكن اعمل declaration وبعدين ارجع اعمل initialize، او كان ممكن اعمل declaration initialize في نفس السطر باختصار. نفس الكلام هنا بالظبط في الاري. الاري ممكن اعملها declares array variables. والله انا دلوقتي بعمل declare variable ناقصي، فبقول له انت زي ما قلت لك ادي الداتا تايب بتاعي والقوسين. جميل، ادي قوسين مربعين واسم الاري. يبقى انت والقوسين مربعين واسم الاري وسيمي كولون. ده كده بعمل ديكلاريشن للاري، بعمل ديكلاريشن للاري من نوع انتجر اسمه سي. حلو. عايز اعمل له بقى ايه؟ عايز اعمل إيه؟ ان انا بقى كاريت، او ان انا بقى ابدا ان انا فعلا اعمل انيشاليز للاري دي. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بقول ان السي ده او الاري سي ده، طبعا المفروض ده هنا في سطر جديد، سوري المفروض كانت تنزل سطر جديد تحت. ماشي، فانا بقول له في سطر تاني بقول له ان السي بتساوي نيو، زي ما بتساوي بعمل انشالايز نيو، وانا بحجز اوبجكت انتجر ده طيب والقوسين المربعين، وجوه هنا بحط السايز بتاعي، بحط السايز بتاعي وليكن 12. جميل. فعلى سطر واحد مع بعض، يعني على سطر واحد كمان تبقى بالشكل ده. يبقى انتجر انت القوسين المربعين دول سي بتساوي نيو انتجر قوسين مربعين 12. ده الداتا تايب بتاع الاري القوسين المربعين عشان تعرفوا ان دي اري. السي ده عباره عن الفاريبل او الاري فاريبل اسم الاري يعني، ايكوال نيو انتجر الداتا تايب نفس الداتا تايب، وفي القوس المربع الثالث الاخير ده بحطه ايه؟ بحط السايز بتاع الاري او حجم الاري الاساسي، وفي الاخر بحط السيمي كولون. ما تنساش السيمي كولون في الاخر. ممكن اعمل طبعا اري اوف انتجر، اري اوف سترينج، حاجه زي كده. اري اوف سترينج، اري اوف، انا عشان اكررها ليه بصراحه، هي اري اوف سترينج مره واحده وخلاص. ما علينا. اري اوف سترينج، اري اوف اري اوف بولينز، اري اوف كاركتر، اري اوف دبلز، اري اوف فلوتس، اي اري اوف اوبجكتس، اري اوف اريز، زي ما انت عايز. اهم حاجه انت ده تايب بتاعك قوسين مربعين اسم الاري ايكوال نيو ده تايب نفس ده تايب قوسين مربعين، وتنشلايز الايه؟ الحجم بتاعك، او تحط سوري تقصين الحجم بتاع الاري، تقصين الحجم لان الحجم ما بيتغيرش. احنا قلنا الاري فيكسد سايز. يبقى تاني مع بعض كده سريعا، احنا قلنا الاري دي عباره عن ايه؟ عباره عن داتا ستراكشر. عارف ان داتا ستراكشر عباره عن كوليكشن، مجموعه من البيانات اللي بنجمعها في مكان واحد او بنخزنها في مكان واحد. حلو. ايه اللي بيميز الاري ده؟ قلنا الاري ده عباره عن سمبل داتا ستراكشر. اللي بيميزها انها بتشيل داتا من نفس النوع، نفس داتا تايب، يعني لا اما يكون كلهم انتجر، لا كلهم سترينج، لا كلهم كاركتر، لا كلهم بولي، ما ينفعش يكونوا داتا تايب مختلفه. تاني حاجه خدناها قلنا الاري فيكسد سايز او ستاتيك، يعني الحجم بتاعها ثابت، ما ينفعش اغير حجم الاري بعد. يعني مثلا ما ينفعش اعرف الاري واديها حجم او سايز 15، ما ينفعش ارجع تاني اقول لك انا عايز الحجم يساوي كام؟ يساوي 20. ما ينفعش الكلام ده، غلط. لازم تعمل اري جديده. حلو، يبقى فيكسد سايز او ستاتيك. تالت حاجه عرفناها، عرفنا ان انا بوصل للايتيمز او العناصر الموجوده في الاري عن طريق حاجه اسمها الاندكس او سبسكريبت. الاندكس او سبسكريبت ده هو البوزيشن او البوزيشن نمبر، تمام، اللي عن طريقه بقدر اقصين الايه؟ الايتيمز الموجوده في الاري، او اوصل للعناصر الموجوده او متخزنه في الاري عندي. جميل. وقلنا ان الاري عموما بتشيل اي نوع من الداتا سواء بريمتيف تايب او ريفرنس تايب، ده هتشيله وده هتشيله، ما عندكش اي مشكله في كده. وفي الاول خالص قلنا انا عندي اصلا نوعين من الاري زي ما قلت لك في الاول. عندنا حاجه اسمها ال1 دي اري وال2 دي اري. ال1 دي اللي هي بنخزن رو باي رو، بخزن رو باي رو، بيبقى عندي سنجل ايتمز بس بخزنه، ولكن مثلا انتجر سترينج اي حاجه، بخزن رو صف بصف، صف بصف. لكن ال2 دي بتبقى عباره عن حاجه زي الماتريكس كده او المصفوفه، بتخزن عن طريق حاجه اسمها الصف والعمود. بخزن عن طريق الصف، وليكن مثلا لو انا عندي مثلا صفين وثلاث عواميد، فانا في كل صف هلف على الثلاث عواميد واحط قيم، في الصف الثاني الثلاث عواميد واحط قيم. هنتكلم عنها في الفيديو الجاي باذن الله 2 دي بالتفصيل. تمام. في طريقه ثانيه لو انت عايز تعمل انشيلايز الاري مره واحده، بيقول لك يوزنج اري انشيلايزر عن طريق ان انا بكتب الانتجر
الجزء دايما اللي على الشمال ده ثابت، يعني الجزء اللي على الشمال ده دايما بيبقى ثابت، اللي هو الداتا تايب بتاعي والقوسين مربعين واسم الايه واسم الاري، وبعد كده بيساوي بيساوي ايه المره دي، بيقول لك والله لو انت مش عايز إيه، لو انت عايز تنشالايز الفاليوز بقى، تنشالايز الفاليوز نفسها بتاعت الاري او العناصر اللي شايلها الاري، تقدر تعمل قوسين مجموعه تمام وتحط فيه العناصر اللي انت عايزها. طبعا هو هنا شال انتجر ليه؟ لان معرف اري من نوع انتجر، لو كان سترنج تبقى فين؟ تبقى بين دبل كوتيشن. جميل. والسيمي كول بالشكل ده كده انا بعمل انشالايز لاري، انا عارف العناصر اللي فيها تمام، انا عارف العناصر اللي فيها. لو انا مثلا بخزن مثلا عندي مثلا بخزن مثلا باسوردات مثلا، وانا عارف ان الباسورد اول مثلا رقم كذا والتاني كذا والتالت كذا، فعندي عدد محدود من العناصر، ممكن اعمله انشالايز في الري واستخدمه على طول بالشكل ده كده، بالشكل ده. جميل. يبقى كده بعمل انشالايز للعناصر الموجوده في الري. حلو. هنا لما عاوز اوصل للسايز او الحجم بتاع الري عباره عن كام، انا عندي ادي ايتم فاصله تفصله، علامه الفاصله دي او الكوما، ايتم كوما ايتم كوما وهكذا. فهنا الاري دي عباره عن كام، عباره عن خمس عناصر، يعني السايز بتاعها خمسه، يعني من زيرو لاربعه. جميل. طيب لما انا عاوز بقى اوصل للقيم الموجوده في الاري دي عن طريق ايه اللي بيساعدني اوصل لها؟ خدنا ايه احنا قبل كده؟ ها خدنا ايه قبل كده يساعدني ان انا اقدر امشي او الف مثلا على العناصر، وليكن مثلا لو انا عندي 50 مثلا عنصر، ازاي بدل ما اكتب واحد مش على عنصر عنصر، لا ازاي انا بقى الف العناصر دي كلها مره واحده من غير ما اكتب بايدي سطر سطر. خدنا الايه؟ خدنا اللوبس. جميل. طيب ساعتها انا قلت لك الفرق بين الفور والوايل والدوايل ايه؟ قلت لك ساعتها ان الفور يفضل تستخدمها لما يكون انت عارف حجم سوري مش حجم، عدد اللفات انت هتلف عليها، لما يكون معاك عدد اللفات او الكاونتر بتاعك هيلف كام مره، لو انت معاك العدد ده استخدم الفور، يفضل تستخدم الفور لان عدد اللفات معروف. بالظبط هنا في الاري هستخدمها تستخدم الفور. ليه؟ لان الحجم بتاعها معروف. برافو. لان الحجم بتاعها معروف، فانا عندي حجم الاري معروف ما بيتغيرش، هعمل فور لوب هبصلها الحجم ده. جميل. في الكونديشن خلاص، وهعمل هلف على العناصر الموجوده في الاري واعمل اي حاجه انا عايزها بقى في الاري دي براحتك، اي حاجه انت عايز تعملها في الداتا بتاعتك اعملها. يعني ليه بستخدم الفور لوب هنا في الاري؟ ليه بستخدمها؟ لان احنا في الاول قلنا ان الفور لوب بتستخدم لما يكون انت معاك او عارف عدد اللفات، وانا في الاري اصلا بيبقى السايز بتاعها بيبقى ستاتيك او بيبقى ثابت بالنسبه لي فيكسد، فانا عارفه، فانا عارفه، يعني انا عارف ان الاري بتاعتي حجمها كذا، فبباصي الحجم ده للفور، والفور بدورها بتعمل ايه؟ انها بتلف على كل ايتم من الاري لحد ما توصل لكام؟ لاخر عنصر في الايه؟ في الاري بتاعتي. يعني بستخدم يو كان اكسس ذا اري المنتس فيا فور لوب، عن طريق الفور لوب. انا كده فهمت ليه استخدمت فور هنا وليه ما استخدمتش الوايل او الدوايل. طيب جميل. يبقى ده مست الفور في استخدام انا مع الاري، لان ببقى عارف بريديفاين، عارف السايز بتاعها. حلو. هنا في اري اكزامبل، هنا في مثال كنت واخده من مرجع كده، اخدت سكرين شوت، هو بس بيوضح لك انك ازاي تفرق بين الاندكس وبين الفاليو اللي الاندكس شايله. ها معايا ازاي تفرق بين الاندكس او السبسكريبت وبين العنصر اللي الايه اللي الفاليو اللي الاندكس سوري الاندكس ده شايله. حلو. طيب تعالى وكده خلاص. تمام سيبك من الكلام ده كله، تعالى نخرج، تعالى ننزل هنا. ده يا جماعه ده برنامج الاكليبس. جميل. انا بصراحه برتاح للسيمبل اكليبس جدا. لو عايزين ان انا احمله سيبوه في الكومنتات وانا هعملها، هرفع فيديو زي ما كنت رايح في النت بينز في الاول، طريقه التحميل والتسطيب والكلام ده كله، هو تسطيبه بسيط جدا زي النت بينز بالظبط، اي مشكله. فلو حابين تشتغلوا على النت بينز مفيش اي مشكله. جميل. نفس الصفحه اللي بتطلع في الشاشه في النت بينز هي نفسها اللي بتطلع هنا في الاكليبس. عارفين طبعا الامبورت بتاع السكانر اتكلمنا عنه اللي بعمله، وادي كلاس عادي انا مسميه كلاس تيست. تمام. وهنا كونستراكتور هنتكلم عنه بالتفصيل، كونستراكتور طبعا في الاو بي هنتكلم عنه، وهنا المين ميثود بتاعتي، المين ميثود بتاعتي عملت طبعا انشالايز من الايه من السكانر، من السكانر كلاس سميته ان بيساوي نيو سكانر سيستم دوت ان، ده انا هاخد بيانات عن طريق ايه؟ عن طريق الكيبورد. تمام. فاحنا قلنا تعالى كده نسترجع كده بسرعه، احنا قلنا لو عايزين نعمل ديكلير للاري
خلينا نتعود على طريقه الايه الديكلاريشن والانيشاليز مع بعض عشان دي بتريح معاك يعني تقسط التو مره واحده على طول ايه. ولا كده مثلا اعمل ريف سترينج اقول مثلا سترينجز او سترينج سوري القوسين المربعين هسميها مثلا نيمز ايكوال ايه نفس الكلام ايكوال نيو المعتاد بتاعنا والنوع ده طيب بتاعي اللي هو عباره عن ايه عباره عن سترينج وقوسين مربعين. وهنا لو انا عملت سيمي كولون كده شوف هيعمل لك ايرور ايه بيقول لك variable must provide either dimension expression لازم تديله مش او الاري initializer فانت لا تديله السايز لا تديله initialize. طيب لو انا ممكن اديله السايز انا مثلا واقول له 5 فانا دلوقتي بقول له انا عندي array اسمها names نوعها 1D يعني بتشيل item واحد او بتمشي صف باي صف نوعها string فيها 5 عناصر حلو حلو جميل. كان ممكن اكتب بطريقه تانية طيب خلي الطريقه التانية دي بعدين او ليه بعدين تعالى المفروض كنا بدانا بيها اصلا ماشي. انا قلت لك لو انت عارف العناصر اللي عندك وعايز تستخدمها تعمل حاجه اسمها الاري للشرايزر على طول هتكتب عادي string 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 I think ايوه string ولكن مثلا names برضو مش زعلك equal القوسين اللي احنا قلنا عليهم دول قوسين المجموعة والسيمي كولون. ولكن مثلا انا عندي 3 موظفين قلنا بين كل item بنفصل عنه ايه بالايه بالكومة دي جميل كويس مصحصحين معايا حلو جميل. فلكم مثلا نحط اسامي مثلا وليكن علي مثلا محمد مثلا ومثلا هنا دعاء مثلا فمعايا التلات اسامي دول او التلات بيانات دي انا هخزنهم في الاري جميل. تعالى هنا بس نعمل كومنت على الايه على الديكريشن ده اللي انا عامله ده حاجه اسمها array initializer array initializer array initializer ما علينا نعمل array initializer دلوقتي معرف array من نوع string سميها name ومديها ال values بتاعتي اللي انا عارفها ولكن مساعي طبعا بتشيل بس السيمبول الاخيره دي جميل مديها 3 عناصر او 3 items بالشكل ده كده انا عارف انا 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 كيوزر او انت كبروجرامر اسف انت عارف ان انت شايل 3 بيانات. طب هو البرنامج هيفهم ازاي او الكومبايلر هيفهم ازاي ان ده عباره عن 3 الداتا دي 3 عناصر. قال لك في ميثود هتسمعها جدا حاجه اسمها اللينس. اللينس ده ايه اللي هو طول الاري. فلما تستدعي الميثود اللي اسمها لينس دي بترجع لك بتعمل ريتيرن لقيمة السايز الحجم او الطول بتاع الاري. فلو انت عايز تاخد الحجم ده تخزنه او تطبعه عندك او تعرف حتى لو انت عندك اري ممكن يكون عندك اري مثلا فيه عناصر جديدة وانت مش عارف فيها كام عنصر فعايز تعرف الاري دي فيها كام عنصر تستعلم عنها فهتقول ايه وليكن مثلا هعمل فاريبل اسمه انت وليكن اسميه مثلا اري سايز مثلا ايكوال ايه ايكوال النيمز للاري بتاعتي دوت فتح لي حاجات كتير قوي كده يعني بس دوت كده دي كل الميزه دي بتستخدم مع الاري. قلت لك دور حاجه اسمها لينس 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 لقيت فعلا في ميزه اسمها لينس لينس انتجر بترجع انتجر عدد رقم نمبر يعني من الاري اسمها سترينج جميل دوست عليها وعملت هنا سيمي كولون فدوت لينس دي نيمز دوت لينس cannot invoke لينس on the array type string وايه المشكلة المفروض هو بيرجع اللينس بتاعها المفروض هو بيرجع اللينس مش مشكلة خالص هو ملوش علاقة اصلا السايز ده بيرجع الحجم بتاع الري بس
بس سوري دوت لينس. فالانتجر اري سايز ده بيساوي نيمز الاري ده دوت لينس. يبقى الميثود دي بترجع ايه؟ بترجع حجم الاري اللي انا فيها. فلو جينا نطبع الكلام ده مثلا بحيث ان اعرفه اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اطبع لي اطبع لي ايه؟ اطبع لي الار سايز بتاعتي اطبع لي كام؟ اطبع لي 3 دوس ران اطبع لي كام؟ اطبع لي 3. جميل. تعالى بقى دلوقتي عايزين نعمل كده برنامج سريع. انا باخد داتا من اليوزر وليكن مثلا الداتا دي وليكن وليكن مثلا الداتا دي اي حاجه مثلا اي حاجه وليكن مثلا اسماء. خلينا نخلي بس ده طيب ده خليه انتجر خلينا برضو انتجر ناخد ارقام وليكن عايز اخزن ارقام في الايه في الاري بتاعتي. فانا كنت مديله الري بقول له 5 والله الري دي بيساوي 5. جميل. انا ممكن اعمل هنا حاجه افضل والله اقول له هنا مثلا رساله طباعه سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اقول له هنا دخل العدد عناصر الري وابدا ان انا استخدم طبعا الكلام ده كله في عباره عن ايه في انتجر. فاقول له انتجر سايز ايكوال ال ان دوت دوت نيكست اند. جميل. وهاجي هنا في السايز هبصيله السايز بدل ما بصي 5 هبصيله بحيث ان انا اخليه هو اللي يتحكم في الايه يتحكم في ال في الداتا اللي هو عايزها. جميل. فهاجي هنا بصيله السايز. جميل. تعال هنا بقى احنا قلنا عشان نقدر نلف على الري دي بنلف عن طريق حاجه اسمها ايه؟ اسمها الفور لوب. ليه الفور لوب تاني؟ لان احنا عارفين عدد مرات اللفات اللي هو السايز بتاع الاري بتاعي. جميل. فاجي هعمل ايه؟ هعمل فور لوب. فاكرين الفور لوب؟ كاونتر اي ايكوال 0 الاي اصغر. الكونديشن بتاعي الاي اصغر من ايه؟ ممكن اقول اصغر من السايز على طول او ممكن لو انا اصلا مش عارف السايز ده كام ممكن اقول عايز زي ما قلت لك بقى النيمز دوت لينس دي هتريتيرن السايز بتاع الاري والكاونتر بتاعنا اللي هو ال هو الفاريبل اسمه ايه اسمه اي او اي بلس بلس. جميل. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز والله اقول له مثلا دخل لي رقم 1 رقم 2 رقم 3 و4. فانا عايز افرق بين مفهوم الاندكس ومفهوم العناصر او الفاليوز القيم اللي شايلها الاندكس دي. حلو ده حلو جدا. جميل. فانا هبدا هنا مثلا وليكن هقول له ماشي بس انا نسيت جمله الطباع كتير دي. تمام. فبقول له والله انتر مثلا نمبر بقول له دخل لي العنصر رقم كذا طبعا هنا بلس طبعا انتوا فاكرين الكلام ده وليكن مثلا بلس اي دخل لي عنصر رقم اي. فهبدا ان اخد منه الكلام ده هاخده فيها طبعا في الاري فاقول له نيمز عايز اخزن بقى العناصر اللي هيدخلها لي اخزنها في الاندكس الخاصه بيها. يعني العنصر الاول اخزنه في اندكس رقم 0 الثاني رقم 1 الثالث رقم 2 الرابع رقم 3 وهكذا. قلنا طبعا الاري زيرو بيست. جميل. عن طريق ايه؟ عن طريق الاندكس او السبسكريبت اللي احنا اتكلمنا عنهم. فبقول له النيمز اوف القوس المربع اللي احنا اتفقنا عليه ده. جميل. اوف ايه؟ اوف الاي. ليه الاي؟ لان الاي هي اللي هتلف لي هي الكاونتر بتاعي هي العداد بتاعي اللي هيلف لي من اول الصفر لحد الحجم بتاع الاري. فقول له النيمز اوف اي. جميل. الاري اوف اي دي ايكوال ايكوال ايه بقى؟ انا عايز استقبل داتا في نوع انتجر نوع انتجر الاري اصلا انتجر. فاقول له النيمز اوف اي الري اوف اي ده بيساوي ايه؟ بيساوي ان اللي هو الانشيالايز على السكانر دوت نيكست انت. فانا هنا هيلف هيخش يقول له دخل لي مثلا الاليمنت رقم 0 فاي دي بالنسبه له هي صفر يبقى النيمز اوف 0 النيمز اوف 0 او الاندكس رقم 0 شايل عنصر ايه اللي انا هدخله هنا. تاني لفه الاندكس رقم 1 شايل عنصر ايه اللي انا هدخله. تالت لفه الاندكس رقم 2 شايل عنصر كذا. تالت لفه رقم 3 شايل عنصر كذا وهكذا. يبقى هنا الاندكس ده انا بخزن فيه رقم العنصر بخزن فيه رقم العنصر يبقى الاي ده بالنسبه لي هو رقم العنصر اللي انا هتعامل معاه.
العنصر ده ايه؟ ده المدخل بالنسبه لي اللي انا هدخله لليوزر. جميل، حلو. فانا هنأكل مثلا هقول له ايه؟ رن. لا مش رن، انا كده دخلت داتا. نفس الكلام هاخد على طول بقى، انا عايز اطبعها كنترول سي كنترول في، نفس الكلام بالظبط. بس اقول هنا بقى، اقول له ايه؟ اطبعها لي. فاقول له هنا بدل الطباعه دي، والله انا هنا هقول له هقول له مثلا element، او بلاش element، عايز بس ايه واضحه شويه. فاقول له هنا index، index number كذا، وهنا هقول له element بان number كذا مثلا. هقول ايه مثلا carry بيحمل element number كذا. انا بس عايز اوصل لكم حته الايه، حته الاندكس والفاليو نفسها. فشايل ايه عباره عن ايه بقى المره دي؟ عباره عن النيمز اوف ايه، اوف الاندكس اللي انا شايله. جميل. فاللي انا عايز اوصل لكم حته ان هقول لك ايه، اندكس رقم كذا رقم 0 شايل العنصر الفلاني، اندكس رقم 2 شايل عنصر فلاني، اندكس رقم 3 شايل عنصر فلاني. جميل جميل. تعال ندوس ران. بيقول لي انتر نمبر في الري، وليكن مثلا ادخل له 5، السايز بتاعي 5 مثلا. انتر element رقم 0، اقول له مثلا تعالى نشوف مثلا اشيل 10. انتر نمبر 1 مثلا 11 2 12 13 14. فقال لك اهو، قال لك اندكس نمبر 0 مش كنت عايز اعمل، بس اعمل هنا بس تاب ولا حاجه المسافه. index number 0 carry element رقم 10، index رقم 1 شايل element رقم 11، index رقم 2 رقم 2 شايل index رقم 12، ادي رقم 2 شايل index رقم 12، رقم 3 شايل 13. يبقى هنا اهو رقم 3 شايل 13، يبقى ده الindex العنصر اللي شايله قيمته كام؟ قيمته 13، وهكذا. بس كان عايز سوري، ايوه كان عايز هنا، هنا التاب، التاب في ال التاب او المسطره زي ما قلت لكم في الدبل كوتيشن او في السترنج، اي حاجه بين العلم الفصلين دول بتقراها كلين. فجيت انا مثلا عملت رن تاني سريعا كده، قلت له مثلا عايز ادخل 3 عناصر، وليكن مثلا اي كلام اهو، قال لك رقم 0 كاري 54، رقم 1 شايل الرقم ده، رقم 2 شايل الرقم ده. جميل. بكده يبقى احنا كده اتكلمنا عن معنى الكوليكشنز والداتا ستراكشر والاري، عرفنا صفات الاري خواصها، استخدمنا الاري، عرفنا اللينس بتاعها بجيبه ازاي، ازاي اتعامل معاه، عرفنا يعني ايه اندكس، وازاي اتعامل مع الاندكس وعن طريقه اقدر اضيف عنصر او اسحب عنصر. كان برضو حاجه من ضمن قبل ما اقفل بس الفيديو عن ال1 دي اري، لو انا مثلا شيل الكلام ده كله خلاص مش عايزينه دلوقتي. انا معرف array names من نوع مثلا integer، مش عارف هي names ازاي بصراحة، المفروض numbers. تمام. شايلة مثلا وليكن شايلة integer. فلو انا عايز اضيف الكلام ده يدوي، انا اضيف بيدي يعني، وليكن مثلا شغال على مثلا برنامج كبير في داتابيس كبيرة، فانا كل فترة بعوز مثلا اضيف مثلا اعدل في حاجة، اضيف حاجة مثلا، خد بالك، وانا معايا سايز كبير. يعني مثلا الاري فيها مثلا 10 عناصر، وانا معايا مثلا 5، فاقدر اضيف تاني لان لسه السايز بتاعي فيه مساحه. حلو. اضيف ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق بقى حاجه اسمها assign للايه؟ للفاليوز. فعن طريق ايه؟ زي ما قلت لك، بتكتب كل بتكتب اسم الاري والقوسين مربعين، وتكتب رقم الاندكس انت عايز تخزنه. فلو مثلا عايز اخزن، بلاش بقى ايه، مش هكتب رقم 0 مثلا، عشان ايه ما تبقاش ما تفهم ما تفتكرش ان انا ايه لازم بالترتيب. ممكن مثلا نمبر 5. جميل. الري نمبر 5. بس في حاجه الاول شيل ده خالص، انا مش عايز اعمل فور، مش هعمل فور لوب ثانيه، شيل ده مثلا، هديه مثلا ايه 5. لان بالنسبه لي عباره عن ايه؟ عباره عن رقم 4. ليه؟ لان احنا قلنا ان الاري زيرو بيست، فلما اديله 5 كسايز يبقى انا بعد من اول الصفر، يبقى 0 1 2 3 4، بمشي على 5 عناصر او 5 لفات من 0 لحد الرابع. تمام. فمثلا اقول مثلا نمبر 4، او لو مش عايز تكتب برقم، عايز تتعلم بقى بتتكلم بقى بال بال
بالمفاهيم البرمجية ممكن تكتبها ازاي. ممكن تقول والله على طول النمبر دوت لينس ماينس 1، نمبر دوت لينس ماينس 1 ايه ده؟ يعني النمبر اسم الاري دوت لينس السايز بتاع الاري، شيل لي منه واحد، الاري بتاعتي خمس عناصر، شيل لي منها واحد يبقى كام؟ يبقى 4. يبقى انا بحط او باصاين في الاندكس رقم 4 فاليو معينه، وليكن الفاليو دي مثلا ايكوال، انا طبعا مسمي انتجر مثلا 50 مثلا، مثلا 150 نمبر مثلا رقم 0 اهو ايكوال 10 نمبر 3 ايكوال 11. حلو. فلما اجي عاوز اعمل ضمن الطباعه هنا واجيب اندكس، اجيب قصدي عنصر معين عن طريق الاندكس بتاعه، عن طريق الايه؟ عن طريق الاندكس اللي انا عارفه. فانا عندي هنا مثلا عايز اجيب مثلا هطبع رقم 4، المفروض لو انا هطبع رقم 4 هيجيب لي كام؟ 50. فقول مثلا اطبع لي الايه النمبر اوف كام؟ اوف 4. 4 بالنسبه لي عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر دوت لينس ماينس 1 اللي هو هيطبع لي كام؟ 50. تعال نشوف. فلما اطبع النمبر اوف 4 ده في اندكس 4 هيخش يدور هنا فين الاندكس، شايل كام؟ شايل القيمه 50. فلو دوست هنا رن هلاقي طبعا لي كام؟ طبعا لي قيمه 50. حلو. طيب نفس الكلام بقى، عايز مثلا اطبع رقم 3 رقم 0، رقم 0 مثلا هيطبع لي كام؟ رقم 0 شايل كام؟ شايل 10، فهيطبع لي 10. دوست رن هيشيل كام؟ 10. تمام. الفيديو طول، انا اسف ان الفيديو طول عن كام كده، يا 40 دقيقه كترت جامد، بس كان لازم مفهوم الكونسبت بتاع الري ده كان لازم يخش دماغك كويس. باذن الله الفيديو الجاي هيبقى فيديو كويس جدا ومهم جدا، هعمل فيه مثال كبير، تطبيق مثال كبير على على التو دايمنشن الري، لان في تو دايمنشن الري بستخدم حاجه اسمها النستد فور اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. النستد فور بستخدمها فين؟ في الايه؟ في التو دايمنشن الري. فبالمره هنتكلم عن التو دايمنشن الري وهنتكلم على النستد فور معاها بالاثنين، وهنعمل مثال محترم، مثال كويس محترم جدا على الكلام ده. اشوفكم على خير. لو الفيديو عجبكم طبعا مش محتاج اوصيكم طبعا، ده علم وانتم بتنشروه. لو حد شايف طريقه شرح كويسه تقدر تفيد غيرك، شير الفيديو مع حد، ابعت لزمالك، اي حد عايز يتعلم الجافا عايز يبدا في الاندرويد، احنا نمشي خطوه خطوه، هنمشي على بعض من الصفر. لو الفيديو عجبك طبعا ما تنساش تعمل لايك والشير بتاعك، دي حاجه طبعا بينك بقى مع نفسك، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان ينزل لكم الفيديو اول، يجيلكم اشعار اول ما الفيديو ينزل باذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.